ايه؟ في ايه؟ بتبصولي كده ليه؟ ليه عينيكوا كلها مليانة اتهامات ليا؟ ليه؟ مش كفاية اللي قاله اخوكوا الكبير؟ دي عاملة تعملها يا منشاوي. ما كنتش لوحدي يا مرحي، ما كنتش لوحدي. ايه؟ حد تاني كان يعرف؟ انا مرحي. زين، كنت عارف. المنشاوي شار عليا وانا وافقته. ياه، دي مؤامرة بقى. مؤامرة؟ مؤامرة ليه يا شاهين؟ ومؤامرة على مين؟ انتوا كلكم ما كنتوش عاوزين اخوك يتجوز البنت دي، وكلكم حاولتوا تبعدوه عنها لكن ما عرفتوش. انا والدكتور زين بقى اتصرفنا وحاولنا نريح الكل. لا، اسمح لي يا سيادة المستشار، ده مش تصرف. كنت عاوزنا نتجوزها له في السر زي ما جيت تقترح عليا انت واخوك يحيى؟ حصل الكلام ده ولا لا يا يحيى؟ ما ترد. واضح يا سيادة المستشار ان حضرتك والدكتور كنتوا متفقين على كل حاجه واتصرفتوا لوحدكم. الحكايه مش محتاجه موافقه جماعيه، مش قانون هو هنمرره في مجلس الامه. برضه ده اسلوب مش مقبول حتى بين الاخوات يا سياده المستشار. ما هو خلاص بين احنا دلوقتي اللي غلطانين. انا ما اقدرش اقول لك مين اللي غلطان. جايز نكون غلطنا لما خوفنا على رحيم اكتر من اللازم واعتبرناه جاهل واحنا اللي متعلمين، لكن اكبر غلط ارتكبناه يا سياده المستشار ان احنا حرمنا رحيم حريته، وحرمنا نفسنا من اخ كبير علمنا وربانا وحبينا اكتر من اللازم. حتى اللي بتقوله ده ما يدلوش الحق ابدا انه يستولي على ملك والدك ويدعي انه ملكه. لا، ده موضوع تاني بقى يا ست المستشار، وعايز له وقت تاني، وانا للاسف الوقت مش هيسمح لي. قبل ساعتين لازم اكون على الجبهه اشوف وشكم بخير. هتمشي قبل ما تسلم عليا يا شاهين؟ اشوف وشك بخير يا ام رحيم. مع السلامه يا ولدي. ادعي لي يا ام، ادعي لنا كلنا هناك. دعيالكم، دعيالكم من كل قلبي يرجعكم سالمين غنمين. اشوف وشك بخير شاهين. مع السلامه يا ولدي. أنا جاي معاك يا شاهين. خلاص، في الآخر طلعنا إحنا اللي غلطانين، والغلط ركبنا من فوقنا لتحتنا. ما كانش لازم لا تجيبوني ولا تروحوا معايا من أصله. يا أم رحيم اسكت، سيب أم رحيم في حالها. يعني بسأل نفسي عملنا إيه أنا والمرحوم أبوك عشان يجرالنا ده كله؟ والله عملنا كل خير يا مرحيم. احنا اسكت، مش عايز اسمع، مش عايز اشوف حال. روح روح اشوف حالكم، روحوا. والله ربنا هم بالحلال يا عمران، وربنا شاهد وكيل. كل يهون، كل يهون يا كابتن. حتى الاخوات هانوا على بعض يا يحيى. لا لا، مش للدرجه دي. لا بس سياده المستشار حاب يخلص القضية من أول درجة. خليك أنت على الجبهة، خلي عينك على الضفة الشرقية. نفسي أبقى معاك بقى، خلي لنا إحنا يا سيدي الجبهة الداخلية. ربنا يستر. هنا ولا هناك؟ ربنا يستر عليكم أنتوا هنا يا يحيى. إنما إحنا هناك ربنا معانا وإن شاء الله هينصرنا. إمتى بقى أبقى معاك على أرض سينا؟ قول يا رب. يا رب. دور يا بلال. أمرك يا فندم. مع السلامة يا سيادة النقيب، أنا جاي. وأنا هستناك. إيه؟ نعم. أنت زعلان مننا أنت كمان؟ دي حركة انفصالية بقى. أبداً، أنا ما أقدرش أزعل من حد. انت اخواتي الاكبر مني، يعني انا اخر واحد ليه حق الزعل. ليه يا يحيى؟ انت اول واحد له حق الرضا، يعني كلنا لازم نرضيك. اذا كان على الرضا بقى يبقى لازم نرضي رحيم. رحيم لازم يحس اننا اخواته الصغيرين اللي بيحبوه وبيحترموه. حاضر،
حاضر يا حضرة رئيس التحرير. قول له إني هكلم الناس بكرة وهنبعت له الست هانم لحد عنده وهو حر بقى. وهنبعت معاها كمان أسفنا واعتذاراتنا عن خوفنا عليه. وقول له على فكرة إن إحنا كمان مستعدين نحضر فرحه وننقط العوالم كمان. لما الاقيها اقول له. يعني ايه لما تلاقيه؟ يعني انا ما اعرفش لا عنوانه ولا تليفون. معقوله يا يحيى؟ ما انتش عارف عنوان رحيم؟ حد منكم يعرفه؟ اذا كنتوا انتوا اكبر ما تعرفوش، انا هعرفه. انا اخر واحد فيكم ليه حق الزعل او العقاب كمان. عموما لما يتصل بيك او تقابله قول له ان انا هكلم الناس بكره ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير يا سعادة الباشا. أهلا يا سيادة المستشار، تأمرني معاليك. حضرتك فين دلوقتي يا فندم؟ تحت أمرك يا فندم. حاضر حاضر، في الميعاد بالظبط يا فندم. لا حضرتك عارف مواعيدي بتظبط عليها ساعة الجامعة. حاضر يا فندم، تحت أمر سعادتك. حاضر، مع السلامة يا فندم، مع ألف سلامة. افتحي الباب يا سيدة. حاضر يا ست. انت مستني حد؟ والله ده باينه الراجل اللي قلت لك عليه. انت ما قلتليش حاجه. والله انا اسف، يبقى نسيت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، تشرفنا. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل اتفضل. القهوه بسرعه يا سيده. يلا رايح ساعه البيت. استني هنا، انت عرفتي الاول نوع القهوه اللي هتعمليها دي ايه؟ مظبوط يا سيده. اجري. حاضر. قهوة مظبوط من فضلك يا مدام. طبعا، ما هو لازم اي حاجه تبقى مظبوطه في البيت ده، ان شاء الله حتى القهوه. ماجده وطي صوتك، مش وقت الكلام ده دلوقتي، الراجل قاعد جوه. هو فعلا مش وقت الكلام ده يا سياده المستشار، بس مش معقوله واحده ست تبقى قاعده يدخل عليها ضيوف كده من غير استئذان. انا اسف، نسيت لاني مش مبسوط، مش مظبوط زي ما انت قلتي دلوقتي. من فضلك اعمل لنا القهوه المظبوط وبعدين نبقى نتكلم ونتظبط براحتنا من فضلك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. لا خليك مستريح، اتفضل. ده خطوه عزيزه، انت شرفتنا. ده شرف لينا يا سياده المستشار. شوف يا سيدي، انا الحقيقه طالب منك خدمه صغيره كده بجمله خدماتك علينا بقى. تأمرني يا منشاوي بيه. الامر لله. انت فاكر البنت اللي قلت لك عاوزين نخوفها؟ هي لسه ما خافتش يا فندم، ده اكيد ماتت في جلدها. عموما يا فندم، لو عاوزنا نخوفها تاني أنا ما عنديش مانع، المهم المصلحة. لا، إحنا بقى مش عاوزين نخوفها خلاص. يبقى أكيد يا فندم بعدت. أنا كنت متأكد إنها هتبعد. تحب يا فندم نبعدها أكتر؟ لا، المرة دي بقى عاوزين نقربها مش نبعدها. نقربها؟ أيوة. إيه رأيك؟ نقربها قد إيه كده يا فندم؟ نقربها على قد ما نقدر. الحقيقة يا فندم أنا مش فاهم حاجة أبدا. أفهمك، إحنا عاوزين البنت دي ترجع بيتها بقى وتعيش حياتها عادي، كفاية عليها لحد كده. خلاص يا فندم نرجعها. قولي، هو أنت عارف مكانها؟ تعرف هي راحت فين؟ نعرف يا فندم، دي مسألة سهلة جدا وضرورية ومطلوب تنفيذها فورا. ده طبعا لو ممكن. ممكن يا فندم، وحبذل كل جهدي يا فندم عشان اعرف الاقيها. هي هتروح فين يا فندم؟ لكن ايه اللي حصل يا فندم؟ ايه سبب الانقلاب الكبير ده؟ ده لو من حقي اسال. لا طبعا، من حقك تسال ومن واجبي اجاوبك. نقول المصلحه العامه.